السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. وانت بتشوف الفيديو النهارده، كده ان شاء الله زي ما انتم شايفين هنخزن التوم الناشف بطريقه حلوه قوي، هيفضل معاكي اطول فتره ممكنه من غير ما التوم يفضى منك ولا تلاقيه زي المسلوق كده. خلاص، هي بس كده طريقه كده سهله كده وبسيطه هقول لكم عليها، وشويه نصايح كده ايه بسيطه برده واحنا شغالين هقولها لكم. تعالوا كده نكمل كده الفيديو مع بعض، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وتنفذوا الطريقه على طول. التوم اللي انتم شايفينها قدامكم دي عشان اوريكم الطريقه عليها. طبعا الطريقه دي لازم التوم بتاعنا يكون لسه اخضر، ماشي، وتنفع للتوم الاحمر او التوم الابيض. طبعا في التخزين التوم الاحمر احسن من الابيض. طبعا هجيب كده 3 رؤوس توم واحطهم بالشكل ده، 2 يكونوا كده واللي في النص بتكون هي العاليه شويه عنه، فاهميني؟ هتكون بالشكل ده كده. خلاص، هجيب بقى واحده تانية واحطها بالعرض كده جنب منها اهو، والعود بقى بتاعها ده هلفها عليه اهو، شايفين؟ لفيته كده بالشكل ده كده اهو، اجيبه خليه يلف على راس التوم نفسها اهو، شايفين كده؟ يا رب بس الموضوع يكون واضح قدامكم. العود ده لازم يكون ايه ملفوف على راس التوم نفسها. اللفه دي يا بنات هي اللي بتخلي التوم يعيش معانا اطول فتره وما يفضاش بسرعه يعني. هجيب بقى واحده تانية، واحده رابعه، وهحطها بالعرض كده برده، وهلفها برده بنفس الشكل اهو، والف على التومه نفسها اهو، شايفين؟ من تحت كده ومن فوق كده اهو، وده ماسكين كده زي ما انتم شايفين، وده الشكل. وهبتدي بقى اكمل بقى كل رؤوس التوم بتاعتي بالطريقه دي اهو، احط واحده من هنا والفها بقى كده ايه، الف كده الحوض على راس التوم نفسها اهو، وانزله كده من هنا وانزله من ورا كده. يا رب بس كده الموضوع يكون واضح معاكم. هجيب برده واحده كده هنا اهو، هو طبعا التوم اللي انا جايباه ده يعني كان خلاص قرب ينشف، فانتوا بقى الحقوا بقى جيبوا الاخضر اللي لسه موجود واعملي بنفس الطريقه دي اهو، هتلف كده عليها اهو، يا اما تلف على التومه نفسها كده اهو. هي كل ما تكون ملفوفه حلو وكل ما تقعد معاكي ايه فتره كويسه. طيب ايه الفايده من اللفه دي؟ اللفه دي بتخلي التوم محتفظ بالميه بتاعته لاطول فتره ممكن، فبعد كده ما بتفضاش معاكي ولا اي حاجه. كمان في خطوات لازم نمشي عليها بعد ما نلف طبعا كل كميه التوم بتاعتنا بنفس الطريقه دي، في خطوات لازم نمشي عليها اقولها لكم بقى ايه في اخر الفيديو او احنا شغالين. هكمل بقى كده كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه دي كده اهو، بس هعمل معاكم بس الضفيره دي الاول، وبعد كده كل الكميه اللي موجوده معايا هكملها انا اهو، وهتيجي كده من على التوم وهتعملي كده انا حابه ان انا ايه اربط الراس نفسها اهو، شايفين؟ كل ما تكون مربوطه كل ما يبقى احسن، انتوا شايفيني كويس؟ واحده كده وواحده كده هندخلها اهو، خلي العود نفسه يمسك الراس بتاعت التوم نفسها وهكذا بقى. ده كده شكل الضفيره بتاعتنا اهي، شايفين؟ كلها قطعه واحده كده ومتماسكه خالص اهو. خلاص، اهم حاجه برضو تخلي بالكم منها ان الراس تكون كلها مقاس واحده، يعني الكبير كله تخليه مع بعضه في ضفيره واحده، والصغير كله تخليه مع بعضه في ضفيره واحده، يعني يستحسن كده يعني. خلاص، دي كده ايه اخر الضفيره. طيب هنعمل فيها ايه بقى الجزء الاخير ده؟ انا لسه ما ربطتوش يعني، لو سبت الاخرانيين دول هيتفكوا. هنعمل ايه بقى؟ اي شريط بقى او خيط موجود عندك زي ده كده هتبتدي ان انت تربطي التوم بتاعك بالشكل ده كده اهو. مش بس هنربطه كده بس، اهو هتجيبي بقى الخيط تمشيه هنا كده
اهو شايفين انا عملت ايه، دخلته تحت الراس دي، تحت الراس دي، وشد بقى جامد لانه طبعا بعد ما ينشف هيهوي شويه، واربط بقى من هنا كده جامد، لازم تشد حلو. ونجيب بقى الجزء اللي هو اللي لسه فاضل معانا ده، ونحاول برضو نربطه هنا كده، او تربطيه تحت هنا عادي يعني. المهم ان انت تعملي عقله كده عشان تعلقي ايه منها في المسمار في البلكونه بقى، او في ودي كده يا بنات الطريقه زي ما انتم شفتم اهو شايفين. دي بقى الروس اللي هي الصغيره، ممكن تعملي راسين مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده في كل عقله كده مع بعض للروس الصغيره. طريقه سهله جدا وبسيطه، وانا متاكده ان انتم لو جربتوها ان شاء الله هتعملوها كل سنه، كل سنه هتعملي التوم بالطريقه دي ومش هيفضى معاكي ابدا. ليه بقى؟ والسر في كده ايه؟ هي طريقه الضفيره دي، لانها بتحافظ على نسبه الميه الموجوده طبعا في التوم، وبتخليه ما يفضاش يعني، يفضل معاكي اطول فتره ممكنه التوم الحبايه صحيحه زي ما هي. خلاص برضو في كمان اتنين عامل اساسي في تخزين التوم وما يفضاش، التهويه الشديده في المكان اللي انت هتخزني فيه التوم، والشمس. الشمس مش عايزين الشمس نهائي خالص في الاوضه مثلا، او على السلم، او في البلكونه. يستحسن بس يكون التهويه بس هوا بس هو اللي التوم متعرض ليه، لكن الشمس، الشمس دي هي اللي بتسلق التوم بس كده. ده كده الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى كده ان الطريقه والفيديو يكون سهل كده وبسط عليكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. مع السلامه.